السلام عليكم ورحمة الله. في الوقت الذي تبدو التطورات العسكرية في الميدان ماضية باتجاه التصعيد على أكثر من جبهة، تأتي التحركات السياسية في محاولة جديدة للحصول على موعد مع الحل السياسي المستعصي. يحاول ولد الشيخ في زيارته الأخيرة للمنطقة البحث عن منفذ يمكنه من تحقيق اختراق على المسار السياسي، ولكن هذه التحركات تنتهي دائما عند مواقف الانقلابيين في صنعاء. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقش فرص نجاح تحركات ولد الشيخ ومدى نضوج المشهد للحل السياسي في هذه اللحظة. هذه المرة يشترط الانقلابيون موافقة الحكومة على الخطة الأممية التي سبق أن تراجع المجتمع الدولي ليعتبرها إطارا عاما للحل في البلاد وليست خطة للحل. وعلى ما يبدو فإن ما يسعى إليه الانقلابيون لا يخرج عن كونه محاولة أخرى لعرقلة التوصل إلى حل سياسي لا غير. فما هي الأفكار الجديدة التي يحملها ولد الشيخ هذه المرة لتجاوز العراقيل القائمة، وما جدوى التحركات الأممية في ظل استمرار موقف الانقلابيين كما هو عليه منذ انطلاق المسار السياسي؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. اتصالات مكثفة لتنشيط السياسة في اليمن، هذا ما تبدو عليه المساعي الدولية المتسارعة، حيث يجري ولد الشيخ جولاته بهدف تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي انهار في يوليو 2016. المبعوث الأممي وصل الرياض الاثنين الماضي في ظل حديث عن نيته التوجه إلى عدن وصنعاء لاستئناف المشاورات السياسية بعد تجمد خارطة الطريق الأممية في شتاء الحرب القاسي. المعارك بين الجيش الوطني والميليشيا ما زالت دائرة في أكثر من جبهة، وهي معارك أسفرت عن إعلان المنطقة العسكرية الرابعة عن تحويل منطقة ذباب المحررة إلى مركز عمليات عسكرية، فيما يتحدث الإعلام الحربي للانقلابيين عن مناوشات له على حدود السعودية. وعلى وقع هذه المواجهات يبدو الأفق مسدودا في طريق السلام الأممي، فالنسخة الانقلابية من سبأنت تحدثت عن اشتراطات جديدة لتسمية ممثل تحالف الانقلاب في لجنة التنسيق والتهدئة التي تشكلت في إبريل 2015. منها إعلان الحكومة الموافقة على الخطة الأممية ورفع الحظر عن حركة الطيران المدني عن مطار صنعاء المغلق منذ أغسطس الماضي من قبل التحالف العربي، وفيما تبدو شرعية جادة في تحركاتها الدبلوماسية من أجل إحياء السلام المشروط بحسب وزير الخارجية بالمرجعيات الأممية، إلا أنها جاهزة كما يقول جباري نائب رئيس الوزراء لإنهاء الانقلاب عبر القوة العسكرية في حال فشل جهود السلام. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، ونبدأ هذه الحلقة مع المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع من عمان. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الناصر. جولة جديدة هذه المرة لولد الشيخ في المنطقة، ما الجديد برأيك الذي يمكن لولد الشيخ أن يقدمه هذه المرة؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. ليس هناك من جديد لدى ولد الشيخ يقدمه، هو استمرار لما يقوم به منذ بداية تكليفه بالملف اليمني. كل ما يمكن قوله الآن هو فقط إعطاء انطباعات بأن هناك عملية سلام جارية، ولكن كما نعرف خلاصة ما توصل له ولد الشيخ من المفاوضات كانت خارطته التي أعلنها والتي كانت أيضا مستوحاة إلى حد كبير من تفاهمات الرباعية مع وتحديدا تفاهمات مع الحكومة الأمريكية الراحلة. نعم. وهذه الخلاصة رفضتها الحكومة الشرعية ورفضها صالح والحوثي، وبالتالي عادت الأمور إلى نقطة الصفر. نعم. كيف هو يحاول الآن؟ نعم. يحاول الآن ولد الشيخ الإيحاء بأن هناك عمل ما من خلال الحديث عن لجنة التهدئة التي قرر لها أن تجتمع في عمان، وهذه اللجنة كما يعرف الكثيرون هي لجنة فنية مهمتها وضع آلية لوقف إطلاق نار. نعم. وتشكيل لجان ميدانية لمراقبة وقف إطلاق النار، وكلها من التفاصيل الفنية لعملية وقف إطلاق النار. وهذه الأمور طبعا لا يمكن حدوثها ما لم يكن هناك الاتفاق على الشق السياسي في العملية. نعم. رفض الانقلابيين أستاذ عبد الناصر، كيف تقرأ هذا الرفض من قبلهم للعودة لولد الشيخ للحل السياسي، وربما مضمون الحل هو في مصلحتهم وفي خدمتهم؟
هم الآن طبعا رفضهم هو رفض مبطن، هم موافقون من حيث المبدأ على الخارطة التي وضعها للشيخ، ولكنهم قالوا بأنها تصلح لأن تكون أساس للتفاوض، وهذا معناه أنهم الكثير من التفاصيل ليسوا راضين عنها، وهذا أمر طبيعي. أما الحديث حاليا ليس هناك من حديث جدي وفعلي حول العودة للمفاوضات، هناك حديث عن الاجتماع اللجنة الفنية في عمان، نعم. وهذا أمر غير المفاوضات، المفاوضات هي الآن في حالة جمود، وكذلك الحال المسألة الفنية كما ذكرت ليس لها أي أهمية تذكر، لأنه لا يمكن تخيل أن يحدث التفاهم على وقف الإطلاق نار ما لم يكن هناك تفاهم على الشق السياسي من العملية. لا يمكن أن يكون الأطراف المتحاربة في الميدان مستعدة لأن تتوقف عن القتال إن لم يكن هناك اتفاق على نهاية لهذا القتال. نعم. فالحرب هي نتيجة لمشكلة سياسية، ونهاية الحرب هو بحل المشكلة السياسية وليس العكس. نعم. اعتبار اللجنة الرباعية أستاذ عبد الناصر للمبادرة الذي قدموها بأنها إطارا عاما للحل، كيف تفسر هذا الموقف من قبل الدول الأربع التي جاءت بهذه المبادرة للحل في اليمن؟ عندما توضع الأمور، هو كان في البداية كانت الفكرة الأصلية إنه يضعوا خارطة طريق يلزموا الأطراف بالتوقيع عليها والاتفاق على هذه الخارطة، ثم يذهب الجميع لمدة قصيرة يتفاهم حول تفاصيل وضع هذه الخطة. طبعا هذا الكلام فيه تسطيح للمشكلة وللأزمة بشكل كبير، ولكن رغم هذا فشلوا في أن يحصلوا على موافقة طرفي، إن جاز لنا التعبير أن نسميهم طرفي الصراع، أن يحصلوا على موافقتهم على هذه الخارطة، ثم بدلوا هذا الأمر بعبارة أن تكون هذه الخارطة إطار. نعم. لكنها عمليا هي نفس المفهوم السابق، ما لم يكن هناك اتفاق على خارطة الطريق واضحة بتفاصيلها الدقيقة، لأننا نعرف أن المشكلة تكمن حتى لو تم الاتفاق على إطار عام. نعم. تبقى قضية التفاصيل هي الأصل وهي الأساس. نعم. ومن خلال تجربتنا في تجربة المفاوضات التي عقدت أكثر من مرة، وجدنا أن هذه المفاوضات لم تستطع أن تحقق إنجاز حتى في الأمور الشكلية، حتى في الأمور التافهة نقول مقارنة بالأمور الجوهرية. نعم. خلال كل جولات التفاوض لم يستطيع الاتفاق على حتى أسماء المعتقلين والمختطفين لدى الحوثيين، لم يستطيع المفاوضات أن تتوصل إلى أسمائهم، إلى مكان احتجازهم، كما أنها لم تتمكن الأطراف من التفاهمات على حلول جزئية لبعض المشاكل من قبيل القضايا الإنسانية وغيرها. نعم. طيب أستاذ عبد الناصر، تكرم بالبقاء معنا، نشرك معنا في الحديث من عدن وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني سيد ياسر الرعيني. معالي الوزير مساء الخير. مرحبا، مساء الخير. أهلا ومرحبا بك معالي الوزير. بعد يومين من تواجد والد الشيخ في الرياض، هل اتضحت الأفكار التي يحملها هذه المرة؟ جزيلا. نحن يعني أولا دعني أؤكد كما نؤكد دائما في الحكومة اليمنية أننا حريصون على السلام وعلى تحقيق السلام وعلى حل الانقلاب والسعادة. نعم. إياه بالطرق السلمية، لا بالشديد، حتى لا يوجد أي مغادر حقيقة الانقلاب في القبول بالحلول السلمية عبر تنفيذ القرار 2016. ذكرنا ونحن نذكر دائما أن هنالك مرجعيات للحل السلمي تتمثل يعني
في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية مخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية على رأسها القرار 2216. نعم. كل ما يأتي وفق هذه المرجعيات الحكومة اليمنية ستلتزم به وملتزمة به، وكل ما يتعارض معها يعني نحن غير معنيين بالتعامل معه، وهذا باتفاق بيننا وبين المجتمع الدولي وبين الجميع بدون استثناء، وهذه هي رغبة شعبنا التي نعم تمثلها وتنادي بها الحكومة اليمنية. وهل الأفكار الأخيرة التي جاء بها ولد الشيخ لإحياء العملية السياسية تتعارض مع هذه النقاط التي ذكرتها؟ أي أفكار بالضبط الخارقة التي أتت؟ حق الدول الأربع الرباعية اللي الخارقة نحن تكلمنا عنها، وكان للحكومة اليمنية وكان للحكومة موقف واضح في ما يتعلق من بها، وأرسلت أيضا وجهة نظر الحكومة إلى ولد الشيخ، إلى الأمم المتحدة، إلى المؤسسات، إلى الجهات الدولية، إلى مجلس الأمن، وضحنا فيه رؤيتنا حول ذلك. كان هناك مخالفات واضحة وصريحة للمرجعيات لا تستطيع الحكومة اليمنية أن تتعامل معها أو أن تقبل بمناقشتها. نعم، إذن يمكن اعتبارها بأن مصيرها انتهى، هذه المبادرة الأخيرة. نعم. طيب معالي الوزير، في الوقت الذي ربما على الميدان الحكومة الشرعية تتقدم وتحقق إنجازات كبيرة على الصعيد الميداني، تقبلون أنتم بأي مبادرة يأتي بها ولد الشيخ، فيما الانقلابيين الذي هم بحاجة لأي عملية سياسية تنقذهم يرفضون هذه العملية؟ نحن أولا ندرك في هذا الإطار أن نحن نتعامل مع مجموعات خارجة عن القانون، ميليشيات مسلحة لا تعرف معنى النظام والقانون ولم تلتزم به في أي مرحلة من المراحل، ولا حتى بالاتفاقات السابقة التي أبرمتها الحكومة معها للأسف الشديد أو أي أطراف أخرى. ولذلك ندرك هذا الجانب، كما أن ندرك مسؤوليتنا في الحكومة اليمنية تجاه شعبنا اليمني وتجاه المجتمع الدولي. ولذلك نؤكد دائما وحرصنا على المسار السياسي، على المسار السلمي لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. نعم. ولم نغلق الأبواب أمام هذا المسار، لكن في المقابل أيضا هنالك مساعي. يعني نحن أمام قرار أممي صدر من الأمم من مجلس الأمن يلزم الحوثي وصالح بإنهاء هذا الانقلاب، تسليم السلاح، الانسحاب من المؤسسات، عدم التدخل في شؤون الدولة. يعني كل هذه النقاط يعني حتى الآن لم تلتزم بها الميليشيات الانقلابية. جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية يقوم بدورهم في تنفيذ هذا القرار. نعم. والمجتمع الدولي أيضا ملزم أن يسهم معنا في تنفيذ قراره ما دام أن هذه الميليشيات الانقلابية ما زالت تتعنت حتى هذه اللحظة في تنفيذ القرار. نعم. طيب معالي الوزير، الاشتراطات التي قدمها الانقلابيون بالذهاب لأي مفاوضات سياسية الآن يريد ولد الشيخ إحيائها هو فتح مطار صنعاء، وأن تقبلوا في الخارطة التي تمخلت عن اجتماع الدول الأربع، هل ستقبلون بهذه الاشتراطات؟ أنا كما ذكرت لك أنه نحن لدينا مرجعيات، نعم، هي الأساس في أي تفاوض أو أي حلول يعني، وهذا ما يتحدث به سواء نحن أو المجتمع الدولي، وهذه المرجعيات هم كانوا جزء منها في الفترة الماضية. كان يبدو صالح وقع على المبادرة الخليجية، الحوثي وصالح كانوا شركاء أيضا في صياغة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فقط هم انقلبوا على كل هذه القضايا، انقلبوا على مؤسسات الدولة وعلى التوافق العملية السياسية. جاء القرار الأممي 2216 ليعيد الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، ولذلك لا نريد أن نعيد العجلة وأن نبدأ من جديد بأي شكل من الأشكال. نحن شعب يمني ندرك في الحكومة اليمنية والشعب اليمني ندرك أن ما تم إنجازه في الفترة الماضية كان إنجاز كبير. نعم. يعني لم يكن ليتحقق لولا تضافر كل الجهود سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، ورعاه العالم وأصبح من وثائق الأمم المتحدة. ولذلك اليوم نحن ملزمون في هذا الإطار، أي شروط خارج هذا الأمر لا يمكن التعاطي معها. نعم. بأي شكل من الأشكال يعني. نعم. طيب معالي الوزير، الحكومة تبدو في الوقت الراهن وكأنكم لم يعد لديكم أي مطالب أو اشتراطات تطرحونها لأي تسوية سياسية، هل نفهم بأنه تم الاستجابة مثلا للمطالب السابقة التي
يحاول ولد الشيخ تسويقها للحكومة، وفي مضمونها ربما يعني تتعارض مع كل الأفكار التي جاء بها القرار الأممي 22/16 ومخرجات الحوار الوطني. أنا كما ذكرت لك أنه يعني أصلاً نحن ما يعني مطالبنا هي واضحة، وأتى القرار الأممي 22/16 يؤكد هذه المطالب. مطالبنا هي مطالب المجتمع الدولي أن ينتهي هذا الانقلاب، أن يسلم السلاح لمؤسسات الدولة، أن نعم. أن أن تنسحب هذه الميليشيات، أن تعود الشرعية لممارسة مهامها في مؤسسات الدولة بعيدا عن تدخل هذه الميليشيات. هذه مطالبنا ومطالب المجتمع الإقليمي ومطالب المجتمع الدولي ومطالب الشعب اليمني. نعم. هذه هي مطالبنا، ولذلك عندما أتت الخارطة أوضحنا أن هذه الخارطة تجاوزت تلك المرجعيات ولم تحقق هذه المطالب، ولذلك وبناء عليه فإننا سنتعاطى وبشكل إيجابي مع ما يتفق مع هذه المرجعيات ما دام أننا اتفقنا عليها. يعني نحن متفقين على المرجعيات، لا يوجد حولها خلاف، سواء مع نعم. مع الميليشية الحوثي وصالح، وذلك في أيضا في جنيف وان وبير نعم. وأيضا الكويت، وكذلك مع المبعوث الأممي، مع مجلس الأمن، مع الدول، مع الجميع، الكل يعني يدرك أن هذه هي المرجعيات التي ينبني عليها نعم. أي حل سياسي لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. ولذلك كما ذكرت لك نحن ملتزمون بالمسار السياسي في إطار هذه المرجعيات المتفق عليها للجميع. نعم. معالي وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، كنت معنا من محافظة عدن، شكرا جزيلا لك. عودة إلى عمان مع الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، من وجهة نظرك الآن التحرك الأخير للجيش الوطني وللمقاومة الشعبية المساندة لها في عودة الدولة، هل باعتقادك هذا يعني يجبر الانقلابيين على تقديم أي تنازلات والقبول بأي حل يحفظ لهم ما يمكن أن يعني يستفيدوا منه في مستقبل البلد إن تمت هذه الفرصة للحل السياسي؟ يعني لا، أولا هذه التحركات لا زالت تحركات غير مؤثرة ولم تغير حتى الآن من المعادلة. لو أخذنا عام 2016 بالكامل ونظرنا للخارطة العسكرية بداية عام 2016 ونراها الآن في 2017، لا نجد أن هناك تغيير يذكر على هذه الخارطة باستثناء بعض التحركات بالكيلومترات تعد. وهذا الأمر يعطي الانطباع بأن العملية العسكرية هي في حالة جمود. يعني عودة السيد عبد الناصر، اسمح لي، يعني لو 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 بدأنا معك من آخر تقدم أحرزها الجيش الوطني والمقاومة في باب المندب، ألا يعتبر هذا يعني تحقيق هدف استراتيجي؟ لا، أولا باب المندب هو لها قيمة رمزية، ولكن حتى هذه حتى الآن لم تتضح الصورة ولم تسيطر تماما على هذه المنطقة، لا زالت المعارك جارية في هذه المنطقة. وقبل فترة طويلة كانت المجاميع مسلحة محسوبة على المقاومة بين قوسين، الجنوبية وليست جيش الجمهورية اليمنية، سيطرت على هذه المناطق، ثم استعاد الحوثيون وصالح السيطرة عليها، وبالتالي لا يمكن التعويل أو اعتبار هذه إنجازات عسكرية كبيرة، خاصة وأن هذه ما هو الإنجاز العسكري الذي يمكن اعتباره إنجاز كبير من وجهة نظرك سيد عبد الناصر؟ وكما تعلم الآن الدولة هي تستعيد يعني كل المحافظات وكل المدن من يد الانقلابيين الذين سيطروا على كل مقدرات البلد. نحاول أن نكون واقعيين. كما ذكرت لك، لو وضعت الخارطة في بداية 2016 ووضعتها اليوم لما وجدت إلا فقط في تعز انفكت الحصار جزئيا عن مدينة تعز، وسيطرت المقاومة على جزء من أحياء في داخل مدينة تعز. هناك تقدم بالكيلومترات يعد في صرواح وفي نهم. ما بالمندب حتى الآن ليست العملية واضحة، وبالتالي الطرف الآخر هو في وضع عسكري لا زال وضعه مريح، لا زالت المناطق الحصينة والقوية والجبلية والوعرة لم تدخلها الحرب. ليس هناك أيضا من قوة نسميها جيش وطني حقيقي يقاتل الحوثيين، هناك جيوش كثيرة أو ميليشيات كثيرة تقاتل تحت أجندات كثيرة.
هذه المعارك التي سيد عبد الناصر تعتبر ان الجيش الوطني الان الذي تشكل مؤخرا ليس يعني جيشا وطنيا باسم اليمن يقاتل؟ هذا ما تريد ان تقول؟ بالضبط، معظم هذه القوات الذي في الجنوب هذا ليس جيش الجمهوريه اليمنيه، هناك ما يسمى النخبه الحضرميه لا تعترف بالجمهوريه اليمنيه، هناك الحراك الانفصالي الذي الان يقاتل في ايا كانت المسميات الميدانيه سيد عبد الناصر، لكنها في اطار الحكومه الشرعيه والحكومه موجوده في عدن والرئيس في عدن وكلهم تحت اطار اليمن وبدعم من التحالف العربي. لا هذه هي المشكله، هذه هي المشكله، ان الرئيس الشرعي للجمهوريه اليمنيه تحت المظله يعطي هذه الجماعات الغير وطنيه يعطيها الغطاء، وهذه هي خطيره. نعم. امر خطير ان يكون رئيس الجمهورية اليمنية يعطي قوى انفصالية الغطاء لتقاتل باسم وكأنها قوى شرعية، وهي في الأخير هي قوى انفصالية، هذا هو مسماها الفعلي، هذه قوى انفصالية لديها هدف فصل اليمن وتفكيك. نعم. اليمن تحت غطاء الشرعية، وهذه هي المشكلة الأخرى التي نواجهها، معنا انقلابيين في صنعاء ومعنا سلطة شرعية بتدير مشاريع انفصالية. نعم. وبالتالي اليمن هي واقعة بين نحترم هذه المصيبتين. نعم سيد عبد الناصر، نحترم وجهة نظرك وشكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة من زاوية الحدث. عودة أخيرة إلى نيويورك مع المحلل السياسي إبراهيم قعطبي. مساء الخير سيد إبراهيم. يا مساء النور والعافية سيد إبراهيم، أنت قراءتك لعودة ولد الشيخ لإحياء العملية السياسية من جديد بعد التقدم العسكري الميداني الذي تحرزه قوات الشرعية في اليمن؟ في اعتقادي إعادة ولد الشيخ لهذه الأمور هي ليست إعادة لإحياء العملية السلمية، هي عادة لترويض تقدم الجيش الوطني في مختلف الجبهات. يعني الأمم المتحدة كما يعرف الجميع فشلت فشلا ذريعا في اليمن، وأيضا في مراحل سابقة كانت أداة لتقدم الميليشيات واحتلالها للعاصمة صنعاء كما رأينا في اتفاق السلم والشراكة وغيرها من المحادثات التي أعطت الحوثيين بطريقة أو بأخرى ضوء أخضر لاقتحام المدن وشرعنتهم بطريقة ما. أنا لا أعتقد أن أي رجوع من ولد الشيخ سيؤثر على أي يعني أحداث على الساحة اليمنية، وإن ربما يعني يعقدها أكثر. لكن الآن المشروع مطروح بيد الشرعية وقوات التحالف الوطني وقوات التحالف العربي. نعم. السؤال المطروح لهم هل سيقومون الآن بأي عملية حسم عسكرية من أجل حسم الموضوع في اليمن؟ نحن نعرف الآن أن إدارة أوباما على في أيامها الأخيرة الضوء الأخضر الأحمر الذي وضعته إدارة أوباما بعدم دخول العاصمة صنعاء بدأ يتلاشى. الآن هناك إدارة يمينية محافظة جديدة ربما لا تتفق مع سياسات إدارة أوباما في اليمن، فهل ستتحرك الحكومة الشرعية ويعني القوى التحالف العربي من أجل تحرير المدن بقية المدن اليمنية ومن ضمنها صنعاء في هذا الوقت المهم جدا والذي هو وقت انتقال سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك يعني أشياء أخرى وملفات أخرى في الولايات المتحدة ستبعد الإدارة الأمريكية عن الوضع اليمني بعيدا أو عن المشهد اليمني بعيدا الآن، فلذلك لماذا لا تستغل الفرصة وتحرير الأرض ومن ثم تقوية فرص السلام من خلال ذلك؟ نعم. إذن سيد إبراهيم، نظرا لضيق الوقت نختم معك بسؤال أخير، هل تعتقد أنه ممكن ولد الشيخ يحقق أي تقدم في المسار السياسي أم هي عبارة عن جولة من ضمن الجولات السابقة التي دائما ما يحاول ولد الشيخ تقديم شيء لكنه لا يحقق شيء؟ ليس هناك شيء يستطيع تقديمه ولد الشيخ من غير الأشياء التي قد قدمها في السابق وفشلت، فأي خطة جديدة ستذهب إلى الفشل لأنها تعطي ميليشيات الحوثي وصالح جزء من السلطة وأيضا شرعنة انقلابهم، وهذا مرفوض داخليا وأقليميا وخارجيا. فاعتقادي أي خطة جديدة إن لم تنهي الانقلاب وما ترتب عليه وإن لم يعني تطبق مخرجات الحوار الوطني والفيدرالية ستذهب يعني إلى الفشل كما ذهبت سابقاتها.
نعم، المحلل السياسي إبراهيم القاطبي كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، أيضا أشكر ضيوفي الذين شاركونا في هذه الحلقة، معالي وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، والشكر أيضا للمحلل السياسي عبد الناصر المودع، والشكر أيضا لكم من معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة. نلتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة من زوايا الحدث حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.